هناك تطور إيجابي جدا حدث خلال الأيام القليلة الماضية. بدون شك إنه الإعلان الذي قامت به حماس يعبر عن موافقة حماس على ما حدث في القاهرة. بدون شك أن مصر الشقيقة والجارة العزيزة لعبت دورا هاما جدا في الوصول إلى هذا الاتفاق وفي رعايته إلى أن يتم تنفيذه في المستقبل. الاستجابة السريعة للرئيس أبو مازن ولقادة فتح وأعضاء لجنتها المركزية والفريق الذي يفاوض بقبول ما أعلنته حماس والاستعداد للاستجابة فورا لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، واللقاء المكثف القادم بين حماس وفتح ثم بين فتح والمنظمات الأخرى وحماس.